اهلا وسهلا ومرحبا بمشاهدينا الكرام في تونس وخارج حدود الوطن في موعد جديد متجدد من برنامج التاسعة سبور، اكيد في مواكبة مباشرة وحصرية ومتابعة لاخر اخبار وتطورات على الساحة الرياضية. اكيد تنتظرنا جولة ساخنة نهاية طبعا البطولة يوم الاربعاء 19 مايو. سنعود طبعا بالتفصيل لكل المباريات وأيضا كل الكواليس الخاصة بالجولة الأخيرة والاستعدادات الأمنية، وخاصة أيضا من الجامعة ومن كلا الفريقين بالنسبة لإفريقيا ملعب التونسي، أيضا كلا الفريقين بالنسبة للترجي الرياضي النجم المتلوي، مثل ما هو الحال مباراة بنزرت بين نادي بنزرتي واتحاد بنقردين. هذه هم أبرز المباريات بخصوص البقاء. سنعود لرحلة الترجي للجزائر، أيضا لهزيمة النادي الصفاقسي في كأس الكونفدرالية الإفريقية وعديد المواضيع الأخرى. خلينا في البداية نرحب بالحضور على اليسار جنرال عمار، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. مرحبا بك عاد، مرحبا بالحضور، وإن شاء الله نقدموا أمسة طيبة ونقولوا معناها عيد مبروك لكل الشعب التونسي، و بطبيعة الحال إن شاء الله تباعا تكون معنا الأمور كأفضل ما يكون. هذا ما نتمناه، وأيضا سعيد بالترحيب بفريد بن بالقاسم، مرحبا فريد. شكرا عادل، مرحبا بالحضور، مرحبا بالسادة المشاهدين. أيضا رحب بالأستاذ حامد المغربي ناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، مرحبا. مرحبا بك عادل، مرحبا بكل السادة المشاهدين. ايضا نرحب بناصر البدوي، اهلا بك ناصر، مرحبا بك ومرحبا بالحضور، وان شاء الله عيدكم مبروك. ترحاب ايضا كالعاده خاص بعبد المجيد قبطيني، مرحبا. شكرا يا عادل، مرحبا بالناس كل، متابعه طيبه الجميع ان شاء الله. نرحب زاده ترحاب خاص شكري زعلاني، مرحبا شكري، مرحبا بزيوزنا الكرام ومشاهدينكم. احنا عاده هو برنامج رياضي، لكن في كل احوال البرامج الرياضيه عندما يكون الشأن شأن عربي وعندما يكون الأمر يتعلق بالقضية الفلسطينية نتفاعل بهذه الطريقة مع ما يحدث في فلسطين. الغاشم اللي يتعرض له قطاع غزة منذ أسبوع، عديد الأندية العالمية ونجوم لاعب كرة القدم الأوروبية والعربية عبرت عن تضامنها مع القضية الفلسطينية وطالبت بإحلال السلام. إذن كانت تحية من برنامج التاسعة سبور للشعب الفلسطيني اللي يعيش في أيام صعبة مما قصف عشوائي من محتل غاصب غاشم قاعد يعتدي يوميا على مدار الساعة على أبناء الشعب الفلسطيني العزل. أكيد قبل ما نحكي في هذه المواضيع لابد أن نخو تفاعل على ما يحدث في فلسطين، خاصة ونشوفنا عديد الرياضيين وفي مختلف البلدان تفاعلوا كل واحد بطريقته مع هذه الأحداث، هذه الاعتداءات العدوانية الغاشمة. نصر بدوي. صحيح هذا الوقت اللي نشوفه العدوان الغاشم اللي قاعد يصير على الصغيرات، أطفال أكثر من 52 طفل صغير، أكثر من 60 امرأة توفوا، أكثر من
181 واحد ما عندهم حتى علاقة بالحرب، معناتها الناس راقدة في ديارها تنجم تفقد عائلاتها، ما نجموا كان نتضامنوا مع الشعب الفلسطيني، هي قضية الأم، قضية الناس الكل. ظهر لي وظهر لي حان الوقت باش الأمة العربية تتحرك شوية باش تنجم تدافع على القضية الحق معناتها نتاع الفلسطينيين، ولا بد أنه يرجع لماليه، ولا بد معناتها اليوم الناس تعرف رأي القضية الفلسطينية قضية عادلة ولازم ترجع لمسارها الطبيعي. عمر صويح، هذاك علاش انا بكري ترددت شويه، لانه حبيت ندخل في نبدي يعني التضامن تاعي مع الشعب الفلسطيني، لانه ذكرت في الكونديكتور هذاك علاش يعني وقفت شويه في الحديث. بالنسبه للقضيه الفلسطينيه هي القضيه الام بالنسبه للامه العربيه الكل على امتداد 73 سنه، والشعب الفلسطيني يعاني من الاغتيالات، من المجازر، من عده يعني انتهاكات الى نصنفوها حتى يعني جرائم حرب يعني بكل يعني صدق. إلا أنه الشعب الفلسطيني بإيمانه بالقضية متاعه، لأنه منذ التهجير، منذ بداية معناها الاستيطان، إلا أنه مفاتيح البيوت مرت معناها للأحفاد، مرت من جيل إلى جيل. وذاك علاش يعني القضية الفلسطينية هي ما نجموش باش يلقاو أمن وسلام في المنطقة دون فض الإشكال نتاع القضية الفلسطينية، ونشوفوا في الهبة معناها الجماهيرية مساندة للقضية الفلسطينية، ونشوفوا اللي حتى لما في بعض الأحيان نلوموا على القادة العرب، فماذا بينا تكون الأمور على في يد معناها الفلسطينيين، هم اللي أجدر، هم اللي أحق، لأنه إيمانهم الصادق وإيمانهم القوي بقضيتهم يخليهم باش يقبلوا الموازين مهما كانت التكاليف. وهذا ما نجمش ننساو اللي القادة العرب يعني ركبوا على أحداث هذه القضية، استعملوها لمصالحهم الشخصية حتى إلى حد الخيانات. فنحب نطلق الموضوع هذا جانبا، ونخلي الهبة الشعبية هي اللي تساند أكثر فأكثر في جل البلدان العربية القضية الفلسطينية، ومعهم ربي. فريد بن القاسم، أكيد تستحضر بعض الكلمات في مثل هكذا أحداث تمر بها القضية الفلسطينية ومر بها الشعب الفلسطيني، صور صادمة واعتداءات غاشمة متواصلة ومتكررة أمام الصمت الدولي غير مسبوق. هي معاناة مزمنة، يعني مش كما قال عمار 73 سنة أو أكثر والشعب الفلسطيني يعاني. أنا فقط نقول إذا الشعب الفلسطيني ربما الحاجة الإيجابية وكونه معتمد على نفسه، لأنه التضامن والمساندة متاع الرؤساء العرب والدول العربية ما تنجم تفيدهم بحد شيء، بل بالعكس. أنا نقول للإخوة الفلسطينيين إن شاء الله ربي معهم، ولكن عمرهم ما يعتمدوا وعمرهم لا يعملوا على الرؤساء العرب، لأنهم يفيدون ولا حتى حاجة. عاد مجيد قباطيل، أنا بالطبع متضامنين مع القضية الفلسطينية، لكن نسمع الغناية وين وين الغضب وين. أنا بالعكس اليوم فما القومية العربية غايبة، ما فماش مساندة، خلاو الشعب الفلسطيني يعاني. راهو الشعب الفلسطيني مش يعاني في 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 في, في الصهيونيين فقط، في أمريكا، في فرنسا، في لونجلتير، في أوروبا كاملة. وقت الناس كل تتحامل على شعب واحد ما يجمش يقاوم. اليوم الموقف الوحيد القومي الوطني هو من إيران، رفض وزير الخارجية الإيراني باش يمشي للنمسا باش يقابل وزير خارجية النمسا. علاش؟ لأن فوق الوزارة الخارجية فما علم إسرائيل. هذا موقف وطني يتسمى. بالعكس الدول العربية وكأنهم خلاوا القضية الفلسطينية للفلسطينيين، وهذا وصمة عار. لأن إذا تصور أنت تتمس لونجلتير ولا فرنسا، أكيد أن أوروبا باش تحالف وأمريكا باش تحالف. اليوم خلينا للأسف الفلسطينيين يعني وحدهم، وإن شاء الله ربي ينصرهم. وأكيد اللي بالتضحية متاعهم بالكفاح متاعهم قاعدين يعطيوا في إكزامبل للعالم أجمع. شكرا زعلان. الحقيقة يعجز اللسان على الكلام كي تفرج في مشاهد كيما هكا. 73 سنة معناها من عباد تعاني، عباد مهجرة في ديارها، معناها معاناة شعب كامل أمام صمت رهيب من العالم أجمع. يظهر لي حاجة توجع القلب برشا، معناها سورتو معناها خاصة معناها الأحداث هذيا زادت في فترة عيد. شفنا تضامن معناها بعض السياسيين ولا بعض اللاعبي كرة قدم خاصة منهم الجالية المسلمة معناها في العالم، وعلى الأقل احنا كشعب تونسي مساندة للشعب الفلسطيني على الأقل في ظل جولة أخيرة مشحونة شوية في تونس، على الأقل نجم نسميه حتى جولة تضامن مع الشعب الفلسطيني. هذه أقل حاجة نجم نعملوها احنا باش نعبروا على الأقل مساندتنا للشعب الفلسطيني. باهي برشا حمد، أكيد كحقوقي وكرياضي تابع فيما يحدث، وشفنا برشا تحركات نتاع المحامين نتاع الحقوقيين، أيضا نتاع القضاة،
من خلال جمعية القضاة التونسية، وأعتقد اللحظة فارقة اليوم. شو نجم نقول حامد؟ هو الحقيقة المحاماة التونسية مواكبة الموضوع هذايا بكل دقة وبكل فخر. الحقيقة مش تخوض جملة من التحركات لتوعية الرأي العام. أمانة نحب نقول للناس اللي يتفرجوا فينا عادلا، نورا إسرائيل عمرها 73 سنة، في الأخر بالكل عمرها مش كبير، ويلزم تتغير المعادلة هذه. والمعادلة هذه للناس اللي باش نختصر حديثي، برش عباد يستهزئوا بالهاشتاج وبالمقاومة عن طريق الفيسبوك. حب أقول للناس هذوما بالعكس، راو هذا وقتكم للي فيسبوكر والناس اللي هما ناشتين على منصات التواصل الاجتماعي، راو تنجموا تنقلوا الصورة بكل حذافيرها، وراو الصورة اللي تنقلوها راي هي جرائم ضد الإنسانية، راي لا تسقط بمرور الزمن، راو باش يقع تجاوز القنوات الإعلامية العالمية الكلاسيكية اللي يمشي يولي فيها توا المواطن هو البطل، بصورة عن طريق الهاتف الجوال متاعه بهاشتاج معناها يكون معناها منقول بطريقة حضارية على المستوى العالمي والدولي. راو النجمو نلمو برشا معناها مساندة للقضية الفلسطينية، راو النجمو نغيروا الواقع، معناها ما تخليوش العبيد اللي يحاولوا يحبطوا العزيم متاعكم ويقول لكم محسوب كان مش تغير بتصويره فيسبوك شنو قيمته ولا هاشتاج شنو قيمته. لا بالعكس، راو توا وقت الصورة، وقت صناعة المحتوى. مطالبين احنا توا لي جون متاعنا ولي جون على مستوى العالم العربي وعلى المستوى الدولي ان نصنعوا محتوى جديد نوثقوا به الجرائم ضد الانسانيه اللي قاعد تعمل فيها اسرائيل، التهجير القسري، وهذوما راهو جرائم لا تسقط بمرور الزمن. توثيقها مهم جدا لتغيير الراي العالمي وخاصه لمحاسبه الكيان الغاصب مستقبلا. يعطيك صحة حامد المغربي، نتقرأ اسم الجامعة التونسية كنت قدم. أكيد نتمنى السلامة والنصر دائما للقضية الفلسطينية والسلامة للشعب الفلسطيني الأعزل. نغلق القوس، وقبل ما نبدأ في استعراض أبرز فقرات حلقة اليوم نحب نترحمه على مرافق فريق مستقبل سليمان محمد الخمار، هذا المسؤول اللي توفى البارح ولليوم وقع تشييع جنازته طبعا، وهو لاعب سابق بأصناف الشبان في سليمان ومرافق لفريق الأكابر. أكيد نقول إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يرزق أهله وذويه والعائلة الرياضية في سليمان جميل الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. سنعود بالتأكيد للحديث عن البطولة، سنعود بالتأكيد للحديث عن رحلة الترجي للجزائر وهزيمة نادي صفاقسي كما قلت في كأس الكونفدرية الأفريقية ضد طبعا شبيبة القبائل. لكن قبل هذا حب رحب ترحاب خاص بأكاديمية أوتيك المدينة اللي منورينا وحاضرين معنا هنا طبعا للحديث عن نشاط هذه الأكاديمية بعد قليل مع خالد الدريدي رئيس هذه الأكاديمية. وبالمناسبة نحب نحييه جماهير أولمبيك الكاف وفريق أولمبيك الكاف اللي يحتفل بعيد ميلاده 99 سنة بالتمام والكمال. تحية لفريق أولمبيك الكاف بعيد ميلاده 99. أكيد كلمة ناصر على هذا الفريق العريق اللي اليوم يعيش في صعوبات كبيرة لكن ثابت برجاله الكاف وبأبنائه وبغيرة أبنائه على هذه الجمعية، قادر إذا لم وقع لم الشمل أن يرجع إلى وضعه الطبيعي. أولمبيك الكاف جمعية عريقة ظالي خليت بصمة في البطولة التونسية، افتقدناها في البطولة التونسية. كانت برشا فرق كي تمشي للكاف تلقى برشا صعوبات في الكاف بالذات، إن شاء الله معناتها يرجع الإشعاع الحقيقي في الكورة غديكة للكاف وترجع الكاف للبلاصة اللي تستاهلها. الحق مشينا لعبنا ماتشوات في الكاف وكانت ماتشوات كبيرة برشا، الناس تحب الكورة مغرومة بالكورة. الكاف راه ما فيها شيء كيما برشا بلدان في تونس وبرشا ولايات وبرشا معتمديات، لكن الكاف فيها جمعية كبيرة إن شاء الله ترجع لمكانها الطبيعي. عمر أولمبيك الكاف يعني ماهيش حاجة غريبة عليا لأنه في المسيرة متاعي مريت بأولمبيك الكاف في مناسبتين، فأحمل أحسن الذكريات في الفريق هذا اللي عنده تاريخ كما شفنا على المدى الطويل، وكان يعني أنجب العديد من المسؤولين البارزين والفاعلين في كرة القدم التونسية على غرار سيد منصف فضيلي صاحبي الطنوبي
ويمكن المدير الفني الحالي معناها صغير زويته اللي موجود، كما انجب العديد من اللاعبين المشهورين على ان شاء الله ما ننساهمش كل، على كل حال اللي معروفين بننسى على بمبراهيم اللي يقعد معناها العلامه الفارقه في الكاف. نكتفي بهذا القدر لانه خلينا نقول نحمل فكره طيبه جدا من جماهير اولمبيك الكاف، من اللاعبين نتاعو، من المسيرين نتاعو، ويبقى ان باساج كيما ماركي معناها بكل صراحه من جمله يعني العديد من معناها المحطات في المسيره نتاعي، ويبقى كيما قلت فريق معناها لباس به، الا انه فقدنا بنيه تحتيه اللي اصبحت بدون عنايه في الوقت الحاضر، وان شاء الله بالتفاف يعني جهود الاطراف الكل يعني في الولايه ان شاء الله يرجع الى سالف نتاج. هذا ما تمنيه. تحدثت عمار على المحطات اللي مريت بها، وفما لوم جاك من نادي الجريسة، قالوا عمار كان قاسي علينا شوية. أعتقد أنت تحمل طبعا كل الحب لأهالي الجريسة ولهذا الفريق، وربما سوء فهم أو سوء تقدير في علاقة هو عاد بكل صراحة معناها سوء فهم وسوء تقدير من حقهم، معناها باش احنا شكرنا في 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 وضعية. وشان باش يكونوا بحذانا نهار الخميس استدعيناهم لانه مواقع التتويج، ومش نستدعوا كل الفرق المتوجه انه يحضروا معنا في البلاد. يعني كنا في وضعيه على الحديث على بعض الاخلالات معناها من ناحيه يعني الروح الرياضيه الى اخره، فاستشهد يعني هذه مسيرتي عادل، هذوما سون دي باساج معناها محطات قمت بهم، فمن حقي باش نحكي على التجارب نتاعي، لكن بدون ان يكون فيه لا نيه للاساءه لا نيه للتجريح. ثم باش اخلقنا احنا مجال كونه المسؤول لابد باش يكون واعي، باش يعني يحاول يغير العقليه، يحاول الى اخره، مش نكبر يعني الامور. فكما قلت نحكي على التجارب على المحطه نتاعي وعلى التجارب نتاعي بشرط ان اكون صادق فيما اقول، وشاهد الله على ذلك. في 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 مرحله ثانيه شنو هو يعني ربحي باش يعني نسيء الى نادي معناه تاريخ نادي بعد 24 سنه؟ بالعكس يعني كما قلت ربما هما الباساج نتاعي ما يعجبهمش، انا بالعكس افتخر فيه في عديد من النقاط النيره، حتى لما نسولف مع بعض الاخوان يعني اذكر العديد والعديد من الايجابيات اللي قمنا بها، سواء كان على كيفيه التعاقد، سواء كان على كيفيه الانفصال، سواء كان على الجو اللي كان بيني وبين الهيئه المديره، ولو فيه بعض الاخلالات يعني امر عادي وعادي جدا. وفي الختام معناها ما نقصدش في حتى اي لحظه زمنيه باش نسيء الى اهالي جليسه او الى النادي نتاعي. يعطيك الصحه، واحنا بتبيعتنا ايضا نحيي مره اخرى اهالي جليسه، واكيد نحييهم ونهنيهم بالصعود، وان شاء الله يكونوا بحذانا كما قلت يوم الخميس القادم للاحتفاء بصعودهم. بسوف ابرز لقطات حلقه الاسبوع الفارط. يا حكام يمشيوش يقولوا راهو اليوم انا عشت الارهاب وعشت الوضع الصعيب في التيرا الفلاني والتيرا الفلاني، لكن احنا كي نحطوه في القجر واعطينا عدد سلامات واعطينا سلكنا امورنا، يا من عاش هذاك يقعد راهو الاصلاح تحب له ناس امن بالاصلاح صحيح. وتحب تصلح وداخله باش تخدم الكوره من اجل الاصلاح ومن اجل التطوير، اور احنا كورتنا ماهوش من اجل الاصلاح من اجل التطوير. انا سني المتلوي لعبت فيها مباراتين روحنا بالهدايا بكل امانه. انت في حاجه صحي شامل، وشوف الصادات كل معبى بالملاعبيه بالجماهير، ناس الدخلاء تجي من كل الجهات تبدا حاضره، وهذا في صمت رهيب نتاع الرابطه. الرابطه ما هي اللي هي لا 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 الرابطه الرابطه المسؤوله على تسيير البطوله التونسيه، النوادي اللي تنظم اليوم اليوم مفروض حركه من هذه الرابطه تاخذ فيها شان. الفرق بين اليوم انت قاعد في البلاصه نتاعك في الكرسي وتنظر علينا هكا يقولوا بعض العباد وبعض المتفرجين، انت كجيت مسؤول في الرابطه شو قررت تاخذ؟ ناخذ قرارات ردعيه، معناتها يوصلوا في الرابطه الفرنسيه والايطاليه يحفوا النقاط للفريق اللي اعتدى على الفريق المنافس. هذا كي يطبق هذا شو هو هذا كي يطبقوا في القانون يحفوا نقاط تنحى للفريق اللي اعتدى على الفريق المنافس. وقت تصير هكاكا تولي الناس كل تخاف. انا هو الفريق اللي عنده بيجي قار قولوا لي انا كهيكل هذايا باش المراقبه وجيستيون والتصرف، كيفاش تحبني انا نراقب يعني نوادي نوادي شو كما الديمقراطيه اكريدي في تونس ديمقراطية بالطلوق، نفس الشيء في تونس البروفيسيوناليزم اكريدي كل شيء بالطلوق، دونك معناش هيكل. ثانيا انا هي الجمعية في العالم التي لم تتأثر بجائحة الكورونا. ممكن الناس تلوم عليا وبرشا من الحباية النجم الرياضي الساحلي يلوموا عليا لأني صريح ما نعرفش نزين. أنا يعني كي جبت بكري على الإفكتيف تاع النجم الرياضي الساحلي فما ملاعبية شاركوا سواء في المسابقات الإفريقية شاركوا في البطولة ما قدموا حتى شيء، ما عندهم حتى شيء يشفع لهم باش يقعدوا في الرصيد البشري نتاع النجم هذه الساحه. صح بالبوالي
لانه الحقيقه فما دي كاركتير معينين في النوادي الكبيره تحب ولا تكره. راه عاد اليوم مشكل في النجم الرياضي الساحلي مشكله نتائج زاد عليها مشكله المشاكل الماديه دونك توليت المشاكل متفاق مع النجم الرياضي الساحلي دونك افضل شيء انه يخرج على الاقل المسؤول ويجتمع معنا بالجماهير ولا بالمسؤولين القدام ويحاولوا يلقوا حل بالنسبه للنجم. كانت الأجواء في حلقة الأسبوع الفارط. نشاهد الآن مسابقة غني جمعيتك ومحاولات الجماهير الرياضية في علاقة بهذه المسابقة. ماني نسي لا ينزينا معك او ماني ناسي عالم كله بغاك صدمة في كل مدينة سكروا البيبان فرا تيفوني كاسا تيفوني بكيرات في كل مكان غرامي بيها من صغري يا لالي واللي بوجيد وين عليها طبعا المسابقة متواصلة في انتظار نمدكم بمحاولات أخرى. نحب نشكر إيهاب الشرقي المصور اللي قام بريبورتاج الخاص طبعا بأجواء الحمى العربي في شهر رمضان المعظم. الآن ننطلق مع رحلة الترجي الرياضي إلى الجزائر كواليس الرحلة وهوامش الرحلة في تقرير عصام الزناوي لبيب الفاطمة ووليد الريحي. تعودنا تو من الواحد كان لاعب اللي توا ولا في الإطار الفني هذيك هي معناها ليسبيرونس لي تشالنج ورا بعضهم دونك فول ساكريفيس يلزم الواحد يضحي ان شاء الله ربي يوفقنا نسجلوا معناها باش نجموا نسهلوا مباراة العودة. ماتش علي الاكستيريور سي ان ديربي قبل كل شيء كونتر ادفيرسير
عنده معناها خصال كبيرة، عنده لاعبين عندهم فرديات ممتازة. أهم حاجة أنه الجورجي يكونوا حاضرين في الساعة ونص متاع الماتش. الحمد لله الهيئة المديرة متاع الترجي الرياضي التونسي وسفارة تونس في الجزائر ورئاسة الجمهورية وإيشورتو الهيئة المديرة متاع الترجي الرياضي التونسي قاموا بالواجب وباش خرجنا في أسرع وقت. نسق نعرف الظرف الصحي السنة ثم إجراءات معينة استثنائية معناها حدودية لازم يتم احترامها. الأعضاء 18 قعدوا عالقين في المطار إلى حدود يوم الغد. الحقيقة السفارة بادرت من الصباح يوم الجمعة أنها اتصلت كبار المسؤولين، نحب نوجه لهم تحية كبيرة، كبار المسؤولين الجزائريين، جهات المعنية الكل في تونس كانت على علم بالإشكال وصارت اتصالات من مختلف الأطراف. الناس كل دخلت بالتنسيق مع السفارة، بالتنسيق مع الجهات التونسية الكل السامية، كانت تم تدخلات من جميع الأطراف والحمد لله معنا الإشكال تم تطويقه. بالنسبة للظروف الاستثنائية والصحية السائدة حاليا تم معنا تم تطويقه في توقيت قياسي. J'ai trouvé les anciens dirigeants depuis les années 2012-2013 et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc je garde toujours que de bons souvenirs avec Espérance. Je souhaite une très, très bonne chance avec Espérance, Inch'Allah. Taradiya Daoula. أنا اليوم فرحتين، المكاشخة تلعب لهنا، عام ونص ما شفتهمش، إن شاء الله مربوحة وإن شاء الله يا ربي الخامسة. مرتي تزيرية ولا غالب تحب السير بي، على قد ما حبيت نبدل رأيها ما حبتش. إحنا ولا هما كيف كيف، مي بصح سي فورتي سير بي. تربح الاسبيرونس شبات يا عام؟ وي، ولا هو يطيب العشاء. نطيب أنا ما يسالش، المهم نهزوا الخامسة يا ربي، والله نطيب أنا، نسيق، نعمل كل شيء. هكذا كانت كواليس رحلة الترجي الرياضي إلى الجزائر. عبد الجيد قبنطيني، دائما السعدات طبعا على مستوى كل كبيرة وصغيرة خاصة بمثل هكذا رحلات الترجي الرياضي. صحيح، هو الترجي متعود بالإجراءات التنظيمية، هذا دائما قبل المقابلة فما أشخاص تمشي المكان اللي بيصير فيه المقابلة، تحجز النزل، تقوم بالإجراءات مع الجامعة، والتنسيق يكون على اعلى مستوى. وشفنا اليوم الترجي التونسي معناها دائما حتى وقت نقل يتنقل في طائره خاصه، وهذا معناها لازم واحد يتحسب للهيئه المديره اللي توفر ديما مؤهدات النجاح للفريق.
واضح. نحب نشكر أنا السيد وليد الخصوري وزير مفوض بالسفارة التونسية بالجزائر طبعا على المساعدة والدعم اللي لقاته خلينا نقول البعثة خاصة الإعلامية وبعض الجماهير اللي بقات عالقة بالمطار نظرا للحجر الصحي الموجود في الجزائر واللي نحترموه في كل الأحوال. وأعتقد أن رئاسة الجمهورية تدخلت وطبعا ساهمت في خروجهم وطبعا شاهدوا مباراة وعادوا إلى تونس مع بقية الوفد الرسمي. عمار، وإذا حكيوا على التنظيم والمباريات هذه والدربيات، نتصور اللي الترجي الرياضي التونسي يعني متعود على هالتظاهرات هذه مهما كانت يعني الرهان اللي موجود به. ما نساوش الترجي التونسي يعني خاض يعني الدور هذا وهو بطل تونس 5 مواسم معناها متتالية. نزيدوا نقولوا اللي ان شاء الله الحادثه اللي صارت ما تخليش معناها الامر يعني يتصعد اكثر، لانه ما عندناش يعني اجابه من الطرف الاخر. ثم حقيقه الخطاب يعني اللي سمعناه مسؤول يخلي معناها الامور معناها في نصابها، وتطبيق القانون معناها ماهوش معناها شيء يعني عيب نحترموه. وان شاء الله معناها في مباراه العوده تكون الامور يعني ناخذوها باكثر جديه وباكثر يعني تحذير، لانه مباراه معناها مصيريه ولكن ما الى مباراه تاع كره قدم. وان شاء الله الترجي التونسي يكون جاهز باش يتعدى العقبه هذه. ناصر بدوي، ديما تحضير للسفرات كما هكا يتطلب برشا تركيز وبرشا ايضا اعداد على مستوى النقل، على مستوى الإقامة، على مستوى التنقل. لكن الحادثة اللي صارت أدخلت بعض اللخبطة صراحة، وقت اللي وقع حجز 18 تونسي فيهم إعلاميين وجماهير وحتى من البعثة القانونية واللجنة القانونية للترجي الرياضي خلى نوع من اللخبطة. احنا في كل الحالات لازم نحترموا قرارات السلطات الجزائرية. وصادف أنه كان نهار عيد، نهار ثاني عيد، لكن الثابت أنه التحركات اللي صارت على أعلى مستوى خليت الجمهور يخرج. كيفاش نجموا نتفاداو مثل هكذا مواقف؟ بالتنسيق، هو المفروض ان نجموا ننسقوا الاعلاميين. مشات قائمه راه مشات قائمه. اي مشات قائمه، المفروض ما سمحوا كان الوفد الرسمي على مستوى اللاعبين والاداريين. الناس اللي جاوا بارابور للقائمه الاسميه اللي جات ما رفضوهم، معناتها كان فما اكور ولا مصادقه من السلطات الجزائريه ما نتصورش يصير اللخبطه هذه. فما قل التنسيق، فما بوان دانتيروغاسيون نظرا للظرف الصحي اللي موجود اليوم. نحكيو على وضع استثنائي، احنا اخوتنا الجزائريين احنا وياهم ظالي بلاد واحده وعائله واحده، ما نتصورش معناتها الظرف هذايا معناتها هو ظرف استثنائي. ما نتصورش انه عملوها باربيك ولا فما مشكل نتاع قانون نتاع الصحه اللي موجوده هذه. نسكن احنا وقت اللي نبداو نحكيو على الصحه واجراءات صحيه، الناس الكل ما نجمو كان نحترموها ونثمنوها. حامد المغربي، ناطق رسمي بالجامعه التونسيه كره قدم، كيف تابعت الجامعه ما وقع بالنسبه للوفد التونسي اللي بقى في المطار قرب 18 ساعه محجوز؟ حقيقة تابعنا عن قرب الموضوع هذا، الحمد لله أنه وقع حله بتدخل في أعلى مستوى في السلطة في تونس، مشكورين. ما نعتقد صراحة أنه فما غايات مسبقة ونية مسبقة، ولكن نحب نعرج أنا نعتبر الموضوع هذا وقع تجاوز، والتوانسة والجزائرية إخوة ومعناها، والإشكاليات هذه ما تمسش حد شيء في الحقيقة في العلاقات، في العلاقة الخاصة اللي تجمع التوانسة والجزائرية. والهيئة متاع الاسبيرونس معناها قائمة كذلك بواجبها. لكن أنا كنت سمعت الحقيقة بالمناسبة هذه في 48 ساعة اللي فاتت نوع من أنواع الاستياء في بعض وسائل الإعلام حول هزيمة الترجي ونادي صفاقسي واللي كانوا متزامنين. روينا نقول للمتابعين للشأن الرياضي راهو حد شيء، راهو الماتشويت تاع الكرة راهو فيهم ربح وخسارة، وراهو هذا ما ينقص حد شيء من الاستحقاق الرياضي متاع الاسبيرونس متاع سي اس اس، وراه ما فات حتى شيء. معناها الشوط الثاني مازال ما تلعبش، وما نكبروش الحكايه ونقولوا لا وهذه هزائم متتاليه للفرق التونسيه. مش صحيح، عادي كيما يصير الهزائم نحبوا ديما الربح، اما كيما تصير الهزائم كيما تصير الانتصارات، وما فات حتى شيء. ان شاء الله في الروتور معناها يدارك تدارك الاسبيرونس والسي اس اس. واضح، يعطيك الصحه حامد المغربي. نعود لمباراه الترجي الرياضي، ينهزم امام شباب بالوزداد 2-0. عصام الزناوي، لبيب الفاطمه، ووليد الرياحي في هذا التقرير.
التربيات التونسية الجزائرية في المسابقات الإفريقية ديما عودتنا بالفرجة والندية مهما اختلفت الأسماء. مباراة ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال بين شباب الوزداد والترجي الرياضي ما خرجتش على هذا السير. بالعودة للمباراة، فريق باب سويقة ينزل بالتشكيلة المثالية، والفريق الجزائري يستنجد في الأيام الماضية بالمدرب الصربي زورا الفني السابق لفريق بريميرو دي أغوستو اللي عنده معرفة بالترجي الرياضي. تكتيكيا شباب الوزداد كان حاضر كما يلزم للمواجه. الفريق حد من نقاط قوة الترجي وعرف يستغل نقاط ضعف زملاء بن شريفي. أبناء زوران تحكموا في اللعب، افتكوا منطقة وسط الميدان في بعض ردهات المباراة ونجحوا في التسجيل في زوز مناسبات. بدينا الماتش ما ربحناش معناها لي دويل نتاعنا كوم الفو، كانوا هما اسبق منا على الكره، كانوا معناها لي رياكسيون نتاعهم اكثر. والله احنا درسنا كما قال درسنا فريق مليح ترجي، وين شاهدنا المباريات في السونز فيديو مع المدرب، وين تبعنا واش عندهم نقطه قوه ونقطه ضعف. في الشوط الاول زكريا الدراوي يفتتح النتيجه بعد 35 دقيقه على بدايه اللقاء، وفي الفترة الثانية أمير سعيود يضيف الثاني قبل 10 دقائق على نهاية المباراة. اليوم كما شفت معناتها قبلنا بونتويت معناتها على هفوات معناتها صغيرة كنا نجمو نداركوهم. لقطة غير أخلاقية من لاعب السي ار بي بعد الهدف الثاني، من المفروض يتحرك في شأنها الاتحاد الأفريقي ويعاقب اللاعب كما سبق له وتحرك في خصوص بعض الملاعبية في بعض المباريات السابقة. قبل نهاية المواجهة بثواني دفاع الترجي يمنع هدف ثاني بعد تدخل كل من بن شريفية والنقيس. هجوم شباب الوزداد كاد يصعب المهمة على الترجي في لقاء العودة. الترجي الرياضي ظهر بمستوى ضعيف في المواجهة، الفريق افتقد ثوابت لعبه والروح الانتصارية اللي عاود جمهوره عليه. الأجنحة بحضور البدري والهوني ما كانتش بالفاعلية المطلوب، والمشكلة الأكبر أخطاء دفاعية كارثية خلت الفريق خلص كاش. أكثر حاجة معناها قلقتني إنه عملنا أخطاء معناها دفاعية قاتلة، ما مانيش مسانسين، مش متعودين نغلطوا معناها في أغلاط كيما هكا، فما دي كونسونتراسيون توتال، مانك دأجريسيفيتي. رغم الوجه الشاحب، الترجي الرياضي كان بإمكانه التسجيل في أكثر من مرة، بما أنه دفاع شباب الوزداد كان في المتناول، فرص حقيقية ووضعيات مناسبة، أتاك المكشخة ما عرفش يتعامل معاه. فريق باب سويقة يفتقد نقطة من نقاط قوته خارج ميدان وهي التسجيل، الشيء اللي صعب المواجهة وطرح عديدة التساؤلات. زي ميتون معناها راتينا تاع ويعرفوا الاولاد انه في نيفو كيما هكا يلزمك تماركي، يلزمك تحط كره في الشبكه، لانه هدف يبدل لك فيزيونومي كامله تاع ماتش. الفريق الجزائري كان واقعي واستغل كل امكانياته لتحقيق انتصار مهم يسهل المأمورية في مباراه العوده اللي باش تكون حاسمه لمواصله المشوار في سباق رابطة الابطال. نتيجة ماشي مطمئنة 100% صراحة، مي ريزولتا بوزيتيف، يعني تقدر تقول نروحوا بها يعني مرتاحين لتونس، مي المباراة أكيد راح تكون صعيبة والمنافس راح يقدم الماكسيموم باش يفوز بالمباراة. صحيح الترجي مر بجانب الحدث أداء ونتيجة، لكنه خسر معركة أول في انتظار ثانية مطالب فيها بالجاهزية الفنية والبدنية والذهنية لحسم أمر الصعود للدور القادم، خاصة أنه عاش مثل هذه الوضعيات في مناسبات سابقة وعرف كيفاش يخرج منها وضمن نتائج. عندنا ثقة كبيرة معناتها في الجوارد الكل وخطة ربي نعطوا معناتها جمهور الترجي التونسي الكبير بإذن الله، إن شاء الله معناتها باش تكون مباراة مصيرية في رادس بإذن الله. ظهر لي مش أول مرة نتيحوا في السكور هذايا، صحيح معناتها السكور خايب شوية 2-0، لكن بإذن الله إن شاء الله معناتها نكونوا فورمين وبخطة ربي إن شاء الله نجيبوا كواليفيكاسيون مرات إن شاء الله. إذن الترجي ينهزم أمام شباب بالوزداد في الشطر الأول من هذه المواجهة التونسية الجزائرية. عمر سويح، كيف شفت المقابلة وشنية الأسباب اللي خلت الترجي يكون خارج الموضوع في نهار كان ينتظر الجماهير وأن يكون في قلب الموضوع؟ بقى الأسباب بكل صراحة ما عندناش يعني تقييم نقولوا احنا منطقي لمحصول، لأنه الترجي متعود على المناسبات هذه كما قلت بكري، معناها بطل معناها خمسة مواسم معناها متتالية، المفروض مسؤولية باش الفريق يقدم معناها أفضل ما عنده. الترجي خلينا نقول لما لعب المباريات الأخرى مثلا مباراة الزمالك خارج أرضه،
فكانت مباراة معناها مصيرية متاع الذهاب وفيها تنجم تلخبط الأوراق، فكنا الجاهزية متاع شفنا الجاهزية متاع الفريق لما لعب هنا في تونس ضد الزمالك نفس الشيء، لكن جماهير الترجي تغش لما يقولوا لا الزمالك ما كانش في يوم باهي. فاليوم شفنا الترجي ماهوش ترجي متعودين عليه، ثم مينيموم يقدموا على مستوى التنشيط الدفاعي أو التنشيط الهجومي. شنو اللي حصل؟ والله نقول أنا خليني لما نعاين العديد من المناسبات اللي الترجي خاضها بروح وخاضها معناها بجدية وتركيز عالي ومستوى، هي لما كان تحت ضغط، فما ضغط مسلط عليه، وزيد على ذلك يعني الحضور الجماهيري خلينا نقوله يقلص معناها من الأداء متاع اللاعبين ومتاع أو لما حال على الفريقين الاثنين. فقلت لما يكون الترجي تحت ضغط يكون المردود درجة التركيز تكون أعلى ويخرج معناها من الأطراح هذيك كأفضل ما يكون. نحس ربما أنا من بعيد هكا ربما غالف التقييم تاعي، لما جاءت قرعة بلوزاد ربما فما نوع من الأرياحية، نوع من الاطمئنان كونه الفريق نجم يقدم أفضل ما عنده. ما ننساوش حتى في 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 زير ضد لمسية الترجي خرج يعني الطرح متاعه بتعادل كان يعمل ما أفضل. فتصير يعني المفاجآت والدروبات، لكن الشيء اللي يخلي معناها كونه الفريق كما قلت ما أظهرش أفضل ما عنده، ما أظهرش الأشياء المساسي يقدم فيها، نهيك أنه على مستوى معناها تخريج الكورة لقى بعض المشاكل، على مستوى معناها تجسيم الفرص اللي جاته كيف كيف لقى مشاكل. وللأمانة زاد الفريق لجورجي متاع بالوزداد ظهر كونه فريق معناها يملك معناها فرديات لباس بها. لما يكون عندك فريق يمتلك للمهارة وللسرعة فما نجم يكون كان فريق مخطر، وهنالك معناها عمل جماعي منظم ورغبة. أنا الشيء اللي معناها يحيرني هو طريقة التقييم، يعني أصبحنا معناها من أسبوع إلى أسبوع نقيم الترجي نوع، من أسبوع إلى أسبوع نقيم المدرب نوع، يعني شهر التالي الترجي معناها أنفيبل والمدرب نتاعه أنفيبل كيف كيف، بعد أسبوعين تتغير معناها المعطيات مجرد عثرة وكأنه معناها نسينا اللي مازال سوى الثاني، راهو نقول الفريق أو المدرب نعطيه ما يستحق بتحليل منطقي، لا عندنا جي بي اس نقيموا معناها المسافات اللي ركضها، لا عندنا معناها معطيات على ديويل باش نقيموا معناها الامور بكل معناها حياديه بكل منطقيه، لكن نعطيه المدرب ما يستحق عندما تكون نتائج ايجابيه، ما يكونش باطناب معناها بشيء زايد وما نقصوش عليهم لما يكون معناها المردود والنتيجه ما تتبعش. فهذا شيء لازمنا معناها نعتمد عليه ونحترموه، وثم التقييم يجي بعد المباراه الثانيه. هذا يشوت، وهذه مباراة ما هيش أول مرة مثلا باش فريق لما يكون معناها منهزم 2-0 وقدم معناها مردود ماهوش معناها في حجم الإمكانيات تاع الفريق ولا المعتاد باش ما يعملش ريمونتادا هذيك، ما نعتبرهاش ريمونتادا 2-0 نعتبره معناها أمر منطقي، نجم الترجي معناها يتجاوزه كيف يكون مركز ويحتاط للمباراة هذه. ما هي سهل، أنا مع النجم الساحلي ضد جوليوس برجر منهزمين 2-0 ورجعنا معناها في المباراة النهائية 3-0، معناها ما هيش حاجة معناها صعيبة في ظل الخبرة نتاع الفريق. فنخليه معناها مجال من المناخ لردة الفعل، وبطبيعة الحال المحاسبة باش تجي سواء كان بالإيجاب أو بالسلب، والهيئة المديرة هي اللي كفيلة باش تاخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. واضح. نحب نسأل فريد، أنا عادة الترجي يسجل خارج الديار وتسجيل هدف في مثل هكذا مواجهات خارج الديار يفتح الأبواب على مصراعيها للتأهل وللمرور. تراش نقطة الضعف اليوم غياب الهجوم وغياب النجاعة الهجومية في مقابلة مصيرية؟ هي نقطة من أحد النقط، لأنه فما دي سيمبتوم تقريبا شهر، فما إشارات وأنه الترجي التونسي ماهوش في أفضل حالاته، خاصة بعد ما تمكن من الحصول على البطولة نهائيا، يعني تحس فما صار امبتي ريلاشمون حتى سو لو بلو مونتال. فبالتالي الترجي عمل اونتام نتاع ماتش الحقيقة ما دخلش في المباراة كما يلزم. ثم أن الترجي الأخطاء الدفاعية نتاعو معناتها كثرت في الفترة الأخيرة تقريبا في المباريات على المستوى الأفريقي، كل الأهداف اللي قبلهم الترجي الرياضي التونسي عرضيات على 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 الأطراف، يعني ديما فما مشكل نتاع التغطية أو فما مشكل أنه اللاعبين اللي يلعبوا على الأطراف سواء نجاز ولا شتي يرمي روح برشا القدام، معناتها ما فماش الكوفرتور اللي يلزمها تصير، وبارفوا يمشي وزوز ويبالغوا شويه في الصعود نتاعهم. ثم الترجي وقت اللي يخسر نص الملعب يعني الميليو تيران كي تخسره ما عادش تولي عندك بوكو شانس باش تنجم تلعب الكوره وباش تنجم تاخذ اكثر كوره، لانه الترجي في المباراه هذيا وحتى في البطوله التونسيه الترجي كل ما يلقى فريق يلعب بعدد في وسط الميدان معناتها اون سوبريوريتي نيميريك الترجي يلقى مشاكل كبيره باش يلقى الحلول وباش يسجل اهداف. فبالتالي الترجي حسب رايي انا في المباراه هذه
ما كانش الحقيقة نفسانيا ما كانش جاهز 100% لأنه ما شفت حتى رياكسيون سو لو بلان سيكولوجيك. ما عرفت المفروض الترجي حتى كي يقبل يعمل رياكسيون على المستوى البدني ياسر ستاتيك ما تحس وكانوا مثقال شوية ما تموش الترجي اللي عنده الفريشور فيزيك والترجي على المستوى الفني برشا دي شيء. وثم على المستوى التكتيكي اليوم الترجي بالنسبة لي أنا الرأوة أصبحت كتاب مفتوح. الترجي حتى في البطولة في تونس يعني أي ممرن أي فريق لازم باش يعرف الترجي نوعية اللعب نتاع الترجي وطريقة اللعب نتاع الترجي أصبحت واضحة. ما فماش الفارياسيون ما فماش التغيير. علاش؟ لأنه الترجي التونسي اليوم ترجي بالمقارنة مع بلوزداد فما فرق كبير. يعني المفروض الفريق هذايا كيف ما قال الممرن تاعو قال احنا قرينا الترجي احنا حذرنا نقاط القوة نتاع الترجي كل حذرنا لهم باش نبلوكيهم فبالتالي نجح الفريق نتاع الجزائري في وقت اللي الترجي على 90 دقيقة نحكي على 90 دقيقة اللي شفتهم لكن الترجي قادر انه يرجع في المباراة الجاية وما ننساوش انه الترجي معناتها راهو ما نحكموش عليه ب 90 دقيقة هذيا كيف ما قال سي عمار المدرب قام بنجاحات كبيرة والفريق رجع في عديد المرات في المباريات تبقى هل الترجي اليوم قادر باش يعمل ريمونتادا بدون حضور جمهور لانه قبل بالجمهور الترجي قام بعديد المرات اللي يرجع في يعطيك الصحة فريد شكري زعلاني كيف شفت هذه المقابلة الحقيقة الترجي في هذا شوط انهزم في شوط الاولاني مازال عنده شوط ثاني في تونس لكن اللي تفرج في المقابلة والملاحظة الكبيرة اللي الناس كل شاهدتها ولاحظتها انه ظل الأخطاء خاصة الأخطاء من ناحية الفردية اللي أثرت على مردود الترجي أخطاء على مستوى الدفاع في التمركز في التغطية شفنا حتى في الأهداف معناه تاخذ زوج صور نتاع الأهداف الهدف الأولاني براتيكمون معناها كرة في وسط الميدان ما فماش ضغط على الملاعب نتاع السيربي ياخذ كرة يحولها على جهة اليمين نتاع الهجوم على جهة اليسار نتاع الترجي الرياضي التونسي باسو روتري سبعة ملاعبين من الترجي الرياضي التونسي ويجي ملاعب من الخلف معناه هو اللي سجل هدف دونك براتيكمون كما قال سي فريد برشا ستاتيك معناه خاصة لاعبي وسط الميدان تاع الترجي الرياضي التونسي ما فماش لاغريسيفيتي ما فماش لونجاجمون فيزيك تحس انه ملاعبي شباب الوزداد كانوا عندهم اكثر انفي سيرتينمون يا اون ريلاشمون سو لو بلان مونتال بعد الحصول الترجي على البطوله حتى يمكن القرعه في اذهان حتى الملاعبيه واحنا كنا ملاعبيه نجم تكون فما امتي ريلاشمون والمقابله معناها ما تاخذش الحجم اللي تستحقه دونك الاسباب هذه الكل ساهمت في هزيمه الترجي الرياضي التونسي سورتو معناها الفريق المنافس لعب بذكيه برشا لعب براتيكمون باربع مدافعين خمسه في وسط الميدان مقابل ثلاثه ملاعبين في وسط الميدان ونعرف زاد قود الترجي الرياضي التونسي خاصه في وسط الميدان مع كوليبالي برمضان وبنغيث لكن انا في اعتقادي بتتر فما بعض الخيارات نتاع معين وهذا رايي الشخصي بذولي بنغيث كان لو فرضنا كان جيم بتتر الشعلالي ينجم يعطيك اكثر حلول على المستوى الهجومي ينجم يكون يطلب لونتر ليني على الاقل خاطر شفنا ثلاثه لاعبي وسط الميدان نتاع الترجي الرياضي التونسي ديما ستاتيك حتى في ياخذوا الكره ديما بظهره اللي يعطي للمنافس على الاقل ملاعبي كما الشعلالي يعطي زاد فرض فرصه اكثر برمضان انه يطلب الكره ولا ظهر المدافعين شوا نتاع البدري والهوني زاد كيف الهوني نعرفوا عنده براتيكمون معناه شهر ما لعبش باش تلعب بيه في مقابله كيما هكا اثر شويه على مردود الترجي لكن في الاخير زاد بعض الاخطاء التكتيكيه وبعض الاخطاء خاصه على محور الدفاع في الهدف الثاني كان ينجم يتفاداه الترجي لو بدران كان قام بالتغطية حتى في شفناه في صورة هدف بعد ديفياسيون بتاع المهاجم بدران بعيد شوية في التغطية خطوة كان نجم ينقذ والديفيرونس فريق معناه جاته أربع فرص سجل جوز أهداف ترجي جاته زوز فرص مخترة بس ما كانش كان على الأقل نجم يسجل هدف يسهل عليه المأمورية لكن قادر في تونس أنه يقلب الطاولة إن شاء الله واضح شكري يعطيك الصحة تحدثت على الهوني شكري الهوني ورقة رابحة دائما في الترجي الرياضي ربما الإصابة الأخرانية عبد المجيد خلته ما يكونش في الفورمة العادية نتاعو كما شفناه في مباراة الزمالك ذهابا وإيابا وفي بقية المباريات إلى أي مدى يعني يتوقف هجوم الترجي أو حركية وتنشيط هجوم الترجي في ظل غياب الفورمة عند الهوني هو راهو باش تلعب أساسي بعد شهر وأنت مصاب
هذا ديما يرجع المدرب، اختيار المدرب، لان اللي طرفني هو اللي يقف على الجاهزيه البدنيه نتاع الملاعب هذاك حاضر. فما برشا ناس تلوم تقول لك الهوني مش حاضر حق وبط في ال 20 دقيقه الاخرى، فما ناس تقول لك الهوني ورقه رابحه يعطي المورال للفريق نتاعو، هذه اختيارات مدرب. صحيح الهوني ما كانش في احسن حالاته معناتها البدنيه خاصه، والدليل ان بالخيثر معناها اللي كان محاصره نجح في محاصرته ولعب حتى بدا يساند حتى في الهجوم، لانه يعرف اللي الهوني ما عندوش الجاهزيه البدنيه باش يرجع يرجع معه. هو أهم حاجة طول الخيان قالوه في المقابلة هذه، ممكن لوم صغير تجم تكون مش في نهارك، ما حضرتش الماتش معناتها نفسانيا، ممكن سلسلة الماتش، ممكن اكسيد دو كونسنتراسيون، يجم يصير هذا كل، لكن مش مسموح للترجي باش يغلط غلطات كما اللي تسجلوا الهدفين. الناس كل حملت الهدف على الشتي، صحيح عمل الغلطة تهور مشي، لكن الكوفرتور على الشتي ما كانش موجوده. وثم نشوفوا الملاعب الدراوي يقص ويسجل هدف اون بوسون دافون سونتر مع خمسه ملاعبيه نتاع الترجي، معناها هذا مش مقبول في مستوى نتاع ملاعبي الترجي اللي مفروض يكونوا مركزين ومعناتها عندهم الخبره ولعبوا مقابلات برشا على المستوى الافريقي. نفس الشيء الهدف الثاني، وهنا نرجع لنقطه هامه برشا، انا نتفرج في الليكرون ونغزر في ملاعبي اللي هو سعيوت بيس ميتريس تاع بالبزيت، هو اللي يرفع في الايقاع وينزل، هو اللي يدي كروشي، هو اللي يعطي الباس الاخرانيه، معناها ذا ستان جوار دونجورو. وهنا اللوم على الموجودين في التيران، معناها فما دي ليدير تكنيك لازم تكون في الجمعيه، معناتها مش مفروض تخلي ملاعب في المستوى ذاك يلعب كما يحب هو. هنا معناتها بكل امانه كان وراء الهدف الاولاني وسجل الهدف الثاني، وجاب ذولي الفيديو وحاضر بحذايا، جابوا السباقس في 2013 2014 ذولي وما نجحش في السباقس، ممكن ما تاقلمش، لكن هذا الملاعب شافوه معناتها فريق الترجي وسجل هدفين في ضد بي مازنبي. انا بيدي وقت فرجت مقابله ضد بي مازنبي انبهرت به. هنا هذا هو قوه اليوسيديتي والوحده الاكسبيرونس. عبد المجيد في التواصل معك حتى في تفاعل من بعض الجماهير الترجيه، اسكو الترجي فقد الريتم تاع المقابلات؟ يعني 10 ايام التشكيلة الأساسية ما لعبتش منذ مباراة الدربي، هل ألقى هذا بظلاله على أداء ومردود الفريق؟ سؤال بيش، أبش أقول لك علاش بيش؟ خاطر إحنا قلنا كي الترجي معناتها تضحك، صحيح خاطر كي ارتاح مدة خاطر سؤال بيش، أبش أقول لك خاطر ارتاح مدة أسبوع، وهنا هذاك نسأل الترجي معناتها على المستوى الراحة كان مرتاح، لكن على المستوى المقابله كان بطيء برشا، نقص له الريتم، ما كانش عنده معناتها الانطلاق نتاعو ما كانش بالسرعه الكافيه، هذا ما سهل اللعب. واذا لعب معناتها مقابلات، اذا لعب المقابله ربما يجم يكون خير، دونك معناها المعادله صعيبه برشا عادل، وهذا ديما يرجع للاطار الفني. نحب نرجع حاجه، وهنا نحب نحي وتختم ونختم، نحب نحي جلباب الكرونيكور ومش نتكلم كلاعب قديم للترجي. اليوم لازم الناس كل تفهم اللي مقابلة هذه راه ترجع الغضب هذاك نتاع الجمهور الترجي يتنحى، واكيد راهم متفائلين الترجيين كل متفائلين بالمقابله الثانيه ديما، خاطر رومونتادا تكلمت عليها، جا ضد الاهلي، جا ضد الهلال السوداني، وجا ضد بريمير اوغستو المدرب هذا اللي راني فيه قبل وانتصرنا عليه. دونك اليوم نداء للاعبيه راهو يلعبوا باسم الترجي، يلزم يلعبوا باسم تونس، يلزم يتجندوا وقادرين باش يقلبوا المقابله هذه. يلزم اليوم المدرب يدخل الناس كلهم ستاج حتى من البارح، معناها يدخلوا ستاج، معناها الناس كل لازم تتاهب للمقابله هذه. المدرب بالطبع هذه المقابله راهي تتلعب في الذهن، لازم يحكي مع اللاعبيه انديفيديوال مومون بار كومبارتيمون، وان شاء الله ما فما كان خير. ان شاء الله هذا ما نتمناه. كما قلت عبد المجيد قباطين، الترجي قادر على العوده في مباراه العوده، خاصه وقت اللي نذكر مباريات كبيره ناصر بدي كان مباراه الاهلي، وقت اللي الترجي انهزم امام فريق عريق وكبير معنا كيما الاهلي يرجع عليه في رادس، دونك مش جديد على الترجي انه يرجع من بعيد. شو نجم نضيف الكلام اللي تقال بخصوص مباراه الترجي الاخيره؟ الترجي وقت اللي يلقى روحه تحت الضغط ينجم يعمل نتيجه ايجابيه، الترجي هذيك قوه الترجي وقت اللي الناس الكل تعتقد انه ترجي نجم يكون خسر لقب ولا ترشح، انه تلقى ترجي ويعرف كيفاش يلم روحه في فترات صعيبه، وهذاك علاش اليوم الترجي تحب ولا تكره حتى وقت اللي تجي فترات صعيبه يعرف يتجوزها، لخاطر يعرف يخرج، لخاطر فما نفق ما يمشيلوش ما يوصلش فيه. نعرف ان الترجي اليوم صحيح نتيجه 2-0 بلاش مباراه الذهاب
نتيجة مش سهلة، لكن الترجي قادر بالإمكانيات الفنية اللي عنده ينجم يرجع في مباراة العودة. الترجي عنده كل الأديات، عنده كل الإمكانيات اللي بيش ينجم يترشح ويلقى روحه في الدور القادم. أنا إيش حبيت نقول؟ نقول إنه الترجي من ناحية ذهنية ما كانش حاضر. أنا اليوم وقت اللي نحكيه على نسق مباريات، إنه راو أي مدرب يتمنى وقت اللي يكون عنده مباراة كبيرة يلقى متسع من الوقت بيش ينجم يحضر التشكيلة متاعه ويحضر الملاعبية الحاضرين، بيش ينجم يحضر الشيما تكتيك متاعه كيما يلزم، وينجم يحضر لبلون دو جو اللي نجم يعمل عليه خاصة في مباراة مهمة كما شفناها ضد بالوزداد. أنا حسب اعتقادي الترجي ذهنيا ما كانش حاضر كما يلزم، لكن وقت اللي تبدأ فما ضغط الترجي قادر باش يترشح. واضح بالتوفيق للترجي في مباراة العودة. النادي الرياضي الصفاقسي خيب الأمال على أرضه وطبعا على ميدانه وانهزم أمام شبيبة القبيلي، خاصة وكان سلحته الفرصة باش يسجل عن طريق ضرب جزاء أهدرها للأسف شديد شوات في نهاية الشوط الأول. مزيد التفاصيل بخصوص هذه المباراة فوزي خماسي، سليم ناجي وأيمن الهذري. النادي الصفاقسي شبيبة القبيلي، ديربي مغاربي بنكهة إفريقية لحساب ربع نهائي كأس الكاف، مقابلة من العيار الثقيل ضد فريق شبيبة القبيلي، لكن هذا احنا بطبيعة حاضرين له ومركزين على المقابلة هذه، عارفين علاش قادمين وان شاء الله قرينا كل كبيرة وصغيرة باش ان شاء الله في هذوز مباريات هذوما مباراة للي ومباراة الرتور نجيبوا الترشح بتاعنا ان شاء الله. مقابلات الديربي تتحسم على جزئية بسيط، وموقعات الطيب المهيري البارح ما حادتش على هالقعد. دقيقة قبل نهاية الشوط الأول شوات يضيع بينالتي، في الجهة المقابلة بن صياح بنفس الطريقة يلدغ السياسيس. أنا زيرو للجياسكا في المهيري بالذات بعد 20 ماتش دون هزيمة للسياسيس الدوميسيل. ماتش عرف أكسيوم تميزة لحبان نادي سفيقس اللي كانوا حاضرين بالغياب عبر تصويرة كل محب في جرادا المير. في أول مقابلة تحت إشراف حمادي الدو السي اس اس تخلى المقابلة بصعوبات كبيرة، الحلول الهجومية غايبة والمحاولات اقتصرت على الكرة الثابتة اللي في واحدة منهم طالب شادي الأمامي بينالتي، لكن الحكم صفر ركني. نادي عاصمة الجنوب لقى قدامه فريق منظم تكتيكيا وواقف مليح، الفريق الجزائري وراء إمكانيات فنية محترم أكثر من فرصة للتسجيل، لكن الحارس قعلول كان حاظ والفينيش غابت في وضعيات أخرى. عرفنا كيف تصير المقابلة الشوط الأول، تحكمنا مليح في الكرة، خلينا المنافس يعني يتعب ويعني يشك في الإمكانيات تاعه وتراجع شوية نوعا ما الكرة. التورنو دي ماتش كان في دقيقة 44 هافو من الحارس بنبود على المهاجم في راس شوات، الحكم دون تردد يصفر ضربة جزاء. نفس اللاعب في التنفيذ، البقية كرة خارج الإطار وثاني ضربة جزاء على التوالي يضيعها في راس اللي كان واضح انه يعيش فترة شك كبير. ضيعوا ركلة جزاء كانت منعرج من زدنا شوية ضغطنا عليهم في بداية الشوط الأول حتى جات ركلة الجزاء وين سجلنا. شوط ثاني دخلوا الضيوف بقوة، ضغط متواصل يثمر ضربة جزاء بعد لمس محمد بن علي الكرة باليد، وبن صياح يسجل أولى أهداف اللقاء. بعد البونتو الجميع استنى رياكسيون من السي اس اس، لكن العكس هو اللي صار، بريسيون تزيرية تواصلت وأكثر من فرصة لتسجيل الثاني، لكن قعلول كان حاضر وأنقذ فريقه. هذا يحكي لي تجرينتا وقت باللعب ما يلقاش الآليات نتاعه، احنا نقولوا ديما ملعب شبيه موش يلعب بروح موش يلعب بكريت، لا لا ملعب يحب يلعب ويحب يفوز ويحب كذا، فماش ملعب ما يحبش يلعب، لكن ساعات ما يلقاش الآليات نتاعه، فما منافس زاد واقف محترم جدا زاد في الملعب. رغم التغييرات السي اس اس افتقد للنجاعة الهجومية، الفريق استفاق في دقائق لخ وكاد يسجل بونتو نيول في أكثر من كور، وحتى بونتو غوما رفض الحكم بداع التسل. يتحمل جميع مسؤوليات الدفاع، ثم نقاس ثم نقاس في التسويق سيواذا يعكس يعكس الترتيب والريزولتات طويلة تاع السياسة في الفترة جاية، لكن ما علينا كان نخدموا على الرواح. فوز مستحق لشبيبة القبيلي، المدرب لافاني أثبت درايته بالكرة التونسية، درس منافسه كما يلزم والنتيجة فوز ثمين ومهم للغاية. في المقابل عثرة غير منتظرة الممثل الكرة التونسي، هزيمة داخل القواعد تعقد الوضعية في رحلة الإياب، المهمة غير مستحيلة لكن تتطلب رباط الجأش برشا روح ومفيه للعودة بالكاليفيكاسيون من الأراضي الجزائرية بالذات.
الشوط الاول خسرناه في صفاقس، مازال الشوط الثاني في الجزائر، وان شاء الله مازال الشوط الثاني ان شاء الله حرم عليا الديزيراسيون ان شاء الله نجيبوا الترشح من الجزائر. كلام الباهي انه النتيجه واحد بلاش فما فرص نداركوا في الماتش الثاني تاع الجزائر، لكن لازم نكون مازلت احسن هناك ولازم نفيقوا اكثر. إذن حدث من لم يكن في الحسبان بالنسبة للنادي الرياضي صفاقسي بعد تغيير المدرب. اعتقدنا أن الأمور ستكون أفضل بكثير على مستوى النتائج، على مستوى المردود، وخاصة على مستوى الأجواء، لكن بصراحة إهدار ضرب الجزاء في مباراة كيما هكا، حنعرف الكرة فيها ربح وفيها خسارة، بلانتية نجم تدخل نجم تخرج، لكن مع شوات بالذات في هذه الفترة بالذات في هذه الظروف بالذات بعد ما أهدف في البطولة من نادي بيزرتي ضرب الجزاء، ثم في مقابلة مصيرية للنادي، احنا أكيد نخموا في مصلحة اللاعب، لكن نخموا في مصلحة النادي قبل، لأن مصلحة النادي تقتضي أنه يمر في هذا الدور أو يسجل ضرب جزاء حاسمة في وقت حساس. إذا إلى أي مدى، خليني نسأل أنا، طبعا أثر ضرب الجزاء المهدورة في أداء ومردود ونتيجة مباراة النادي الصفاقسي وشبيبة القبيلة؟ شكرا، نبدأ معك. فاش أثرت في نتيجة المقابلة الكل. الحقيقة معناها هذه بلغة الكرة تحش الساقين، يعني بينالتي ضايع في الوقت هذاك حش الساقين، سورتو في التوقيت نتاع ضربة الجزاء تقريبا طول موند وأفضل، لكن لهنا الإصرار نتاع شوات بتاتر هو اللي أصر أنه يشوط ضربة الجزاء على الأقل باش يرجع للتهديف وتسجيل الأهداف. جات العكس، معناها بعد إهداره ضربة الجزاء وكأنها معناها زاد تأثير سلبي حتى على الملاعبية اللي معاه في الملعب. الحقيقة السي إس إس معناها حتى بداية المقابلة شفنا محاولات من نادي الرياضي الصفاقسي أنه يدخل المقابلة ويسجل هدف، لكن يظل زاد فريق شبيبة القبيل فريق معناها منظم تكتيكيا وكان واقف مليح، استحوذ على الكره نادي الرياضي الصفاقسي حتى على المستوى البدني ما كانش جاهز في اعتقادي، من المستوى الذهني كيف الاذهان ما كانتش ذولي حاضره للمقابله ذي. جاتك فرصه انك تسجل هدف عن طريق ضرب جزاء، كانت نجم يمكن تغير معطيات المقابله، وكان على الاقل نجم نادي الصفاقسي يكمل الشوط الاولاني متفوق هدف مقابل صفر، ويمكن نجم تغير برشا معطيات في الشوط الثاني، لكن العكس هو اللي صار. يظل حتى في الشوط الثاني معناها بعد سيطره نادي الرياضي الصفاقسي محاولته التسجيل جاء الهدف العكسي وسجل شبيبة القبيل، وكان ينجم يسجل برشا اهداف. لهنا الحقيقه معناها باش نحكيوا على انتظرنا انه تكون فما رده فعل بعد تغيير المدرب، لكن صعيب عاد نحكيوا على وقت وجيزه فتره وجيزه برشا مقاليد التسيير. اللوم الكل اللوم انا يعني يظهر لي منذ معناها تغيير المدرب وقدوم مرسيه، شفنا أداء نادي الرياضي الصفاقسي تقريبا عنده اكثر من فريق فريق شهرين نادي الرياضي الصفاقسي يظهر لي معناها مردود باهت، ما فماش معناها طريقه لعب معينه، اختيارات تكتيكيه غالطه. جاء مدرب حمادي الدو خذ المسؤوليه على عاتقه، محاوله معناها منه في انقاذ الفريق، لكن الفتره يظهر لي وجيزه. دونك نستناو مقابله الاياب واحد بلاش، معناها المهمه ماهيش صعيبه على نادي الرياضي الصفاقسي. نادي الرياضي الصفاقسي ما نساوش فما برشا اختيارات وبرشا مشاكل خاصة على مستوى الإداري يمكن أثرت في نادي الرياضي الصفاقسي، فما ملاعبية خرجوا من نادي الرياضي الصفاقسي، عمام وهنيد المثلوثي ما وقعش تغييرهم بأسماء أخرى، على الأقل تنجم تقدم إضافة بالنسبة لنادي الرياضي الصفاقسي. يظهر لي نادي الرياضي الصفاقسي زاد حتى بالرصيد البشري الموجود ينجم في مقابلة العودة إذا يكون في نهاره ويكون مركز مليح ينجم يتفادى النتيجة هذه، على الأقل في مرحلة أولى يسجل هدف، ولما لا من بعد ينجم يسجل هدف ثاني. لما لا، على كل حال شبيبة القبائل جات لتونس وانتصرت على النادي الرياضي الصفاقسي، سيناريو حتى حد ما كان يتوقعه من جماهير النادي الصفاقسي، يعني نعرف في كرة قدم فما الربح والخسارة والتعادل، لكن بهذه الطريقة وبهذا السيناريو أعتقد حتى أكبر متشائمين ما كانوش يتصوروا سي اس اس باش تنهزم على ميدان سي عادل، خاصة أن سي اس اس ما خسرش من 2015 ضد الزمالك على المستوى الإفريقي، معناها نعرفوا اللي في الميدان تاعو ما يساهمش سي اس اس، حتى في مباراة المولودية وقت اللي انسحب انتصر، يعني انتصر بهدف مقابل صفر ما يخسرش. شوف أنا ما نشكش في لاعبين سي اس اس اللي هبطوا حبوا يربحوا المقابلة، معناها ما نشكوش في حتى شيء من الفولونتي نتاعهم. شنو هو الإشكال اللي صار؟ وقت البدن ما يجاوبش، البدن ما عادش تنجم تلقى روحك. وهنا فما تكلم شكرا على النقطة هامة، سي اس اس خذاو مدة 3 شهور دي ريفليكس نتاع مدرب
يلعب متخوف يلعب بلوك با حذر دونك تحس لي ريفلكس هذوكم قاعدوا ما يجمش. وحنا تسالنا حمادي ضو في جمعه باش يبدل حتى حكينا معاه انا متاكد اللي ما يجمش يبدل في جمعه يجم يحسن حاجات لكن في الاسبوع هذاك فما حاجات موجوده في السي اس اس قاعده تبدل اللعب نتاعها دونك مش في عشيه النضحى باش تجم تخرج ماتش ولو رغم هذايا جات ضربه جزاء ضربه جزاء ربما كانت تغير معطيات المقابله انا جات في 45 دقيقه تدخل فيستير وانت لاعب واحد بلاش معنويات اخرى واجواء اخرى تتبدل كل شيء وجريتا اخرى بشكون تبدل انت جبت على الفريق فريق كان منظم فريق معناه يعرف يلعب الكوره يعرف يخرجها عنده ميليو تيران معناتها ثقيل برشا عنده بن عايش الملاعبي زاد كيف ما تفصلوش سي اس اس لانه كان ديما يطلب الكوره ورالي ليني ولا الديفونسيف نتاع الميليو تيران نتاع سي اس اس عمل برشا مشاكل ثم شونجمون اللي عمل المدرب دخل بو عالية معناها بدل المعطيات الكل معناها الفيفاسيتي نتاعو معناها تحس الفريق فريق عنده صنعة برغم ما عندوش برشا طبعا عنده مده هو غايب على المستوى الافريقي لكن يعرف يلعب الكوره عنده دي روبير عنده دي سيركوي نتاع كوره صحيحه عكس سي اس اس اللي تقريبا الى بيرديو سون فوتبول وانا قلت تثبت نصر قلت سي اس اس ضيع الهويه نتاعو مش هذا سي اس اس اللي حنا نحبوه واللي نعرفوه لكن واحد بشيء حد شيء معناتها قادر سي اس اس اذا يكون في نهاره يجب يرجع في المقابله وان شاء الله اليوم نلقاو الترجي وسي اس اس في المرحله الجايه هذا ما نتمناه بالتاكيد. نصر بدوي اكيد انت تحدثت اكثر من مره على انه الوضعيه صعبه ولا انه تغيير المدرب معناه اثر سلبا على الاداء وانه الاجواء الموجوده ما تشجعش انه الفريق ينجح لكن رغم كل هذه العوامل شوف النادي السياسي خلينا نجم يربح البارح شو الشيء اللي خلاه يربح البارح هو الحاجه وقت اللي تشوف التغييرات اللي عملهم المدرب في وسط التيران ملاعبيت وسط التيران كل بدلهم معناتها اليوم باش تحب تربح انت المباراه نتاعك معناتها وسط التيران نتاعك كي نحكي على السكري دخل القروي نحكي شادي الهمامي دخل منصر نحكي كواكو دخل في بلاصه طرابلسي معناتها يوريك نقطه ضعف النادي السياسي كانت في وسط الميدان وتعرف في وسط الميدان هي العركه الاصليه في كره القدم اللي يكسب معركه وسط الميدان يكسب المباراه صحيح اكزاكتومون لكن انا شو حبيت نقول زاد نقول اللي النادي الصفاقسي ما كانش في نهاره عاد اليوم اللي شبح فريق بصراحه انا اليوم عمري ما شفت النادي الصفاقسي بالمستوى هذاك وبالاداء هذاك اليوم انا شبابي القبائل كانت تجم نحكي كرويا كانت تجم تسجل الثاني وكانت تجم تقتل المباراه نتاعها في ملعب طيب مهيري لكن نقول اوروزمون بور لو سي اس باش تقعد الشانس موجوده بالرغم الاداء اللي نحكي عليه بالرغم الاداء اللي ما كانش حسب تطلعات الناس الكل لكن تقعد لي شانس موجوده النادي الصفاقسي عنده من الامكانيات اللي ينجم يعاود يرجع بنتيجه ايجابيه اما شرط كلم لاعبيه يلزمهم يفهموا راكم تلعبوا في النادي الصفاقسي خاطر راهو فما برشا لاعبيه ما يعرفوش قيمه المريول اللي قاعدين ما يزينوا راهو اذا فما برشا لاعبيه تمشي بالخطوه فهمت عادل اللي هما مش في بالهم قاعد يددش يا ودي تحب ولا تكره تلعب في فريق كبير اسمه النادي الصفاقسي اللي يلزمك تدافع على حدوده قالها للمدرب مريول رزين عليكم اللي مريول رزين ما يحبش يلعب يمشي على روحه اكزاكتومون وفما اشكال اللي هو نحب نقوله بلا يا حمادي فما حاجة مهمة برشا، أنا نعرف اللي فما 13 ملاعبي في نهاية العقود نتاعهم. داكور فما عندنا 13 ملاعبي في النادي الصفاقسي في جوان يوفى العقود نتاعهم. الملاعب اللي خايف على ساقيه يسمل عليه، والملاعب اللي ما يحبش يتكلي، والملاعب اللي ما يحبش يطلع راسه ويمشيش يتضرب، يشد دارهم يقعد ما يلعبش. يقعد ما يلعبش، لاعب أخويا دوزيام إيكيب ناس عندها فولونتي تحب تدافع على المريول ونخرجوا حتى بشرف. احنا كان هزيناه كوب دي لاكاف النادي الصفاقسي كان هزه ولا ما هزاش مش باش يبدل تاريخ النادي الصفاقسي ومش باش ينقص منه ومش باش يتمس منه لكن الناس اللي باش تلعب في النادي الصفاقسي وتعرف اللي هي اليوم تلعب في النادي الصفاقسي وبيها باش تحط ساقيها وتلعب وتدافع على حظوظ النادي الصفاقسي وبيها مش لازم يلعبوا وهذا الخطاب اللي لازم يقولوه المسؤولين والملاعب والناس اللي تشرف على النادي الصفاقسي يا خويا اي انسان يحس روحه اكبر من النادي الصفاقسي يشد دارهم وما يلعبش راهي السي اس اس اكبر منهم راهي خلقت ملاعبيه وتاريخها اليوم النادي الصفاقسي اكبر من الناس اللي موجوده الكل واكبر حتى مني انا اللي قاعد نتكلم في الكلام هذا الكل باش ما يتزاد عليه حتى حد اليوم اللي هذا يا خويا الاطار الفني والاداره اللي موجوده في النادي الصفاقسي لازم تحمل الناس كل مسؤولياتها اليوم عندنا مباراه في الجزائر قادر النادي الصفاقسي بامكانياته الحقانيه وان الناس تمشي باش تدافع على حدود النادي الصفاقسي تنجم ترجع بنتيجه ايجابيه اما مش بالطريقه هذيك مش انا كان جيت ملاعبي ولا كان جيت نسير في النادي ما رقدتش ما يجيني شنو انا ما رقدتش ما يجينيش نوم على خاطر عمري ما شفت النادي الصفاقسي بالمستوى هذا
مهما كانت الصعوبات ومهما الظروف، تعدينا من ظروف صعيبة في النادي الصفاقسي، وصلنا في فترة ما 5 أو 6 شهور ملاعبية مش خالصة، لكن النادي الصفاقسي اللي كان يميز الملاعبية اللي فاتوا يعرفوا قيمة المريول اللي هما يهزينه، ولهذا الملاعبية هذوم ما مش عقادين عارفين قيمة المريول، فما البعض منه مازال يمشي بالخطوة مازال بوس عمك بوس خوك، راه مش معقول إلى متى باش تقعد وكاية. ولهذا يا اخويا اليوم الناس اللي تشرف على الفريق يلزم كل واحد يتحمل مسؤوليته، يزينا من هذا عطيه بريم وهذا قرقان وهذا ما عينوش وهذا صحيح. انا ديما يا اخويا معلم لاعبي يلزم تعطيه امكانيات ماديه، ويلزمك تخلص الملاعبي في واحد باش تنجم تحاسبه، اما وقت اللي الظرف يقتضي يا اخويا اليوم حط يدك معايا وبعد تو يجيب ربي وتو تتحل. النادي الصفاقسي الملاعبيه اللي لعبوا فيهم الكل بما فيهم انا عمرها ما قلبت حتى ملاعبي وعمرها ما خلصتش حتى ملاعبي في نهايه الامر، حتى كان ما خلصتلكش هاي فما الفيفا وفما الكاف وفما الفيدراسيون تجب تاخذ حقك، ولهذا ارجع اعطي حق للجمعيه نتاعك. واضح بحرقه كبيره تحدث ناصر بدوي، وطبيعي جدا لانه ما يحدث في النادي الصفاقسي يألم كل صفاقسيه ويألم ايضا الجماهير التونسيه، لانه ديما نقول الكره فيها ربح وخساره، لكن وقت يكون تكون خساره بهذه الطريقه عمار سويح توجع ولا يتقلق، قلق وتوجع معناها، وخاصه لما نكونوا معناها فرق عندهم تاريخ، وانا نمن معناها باللي تاريخ النادي راه يكون فاعل في النتائج معناها اللي تصير يعني على ارض الواقع، لانه تاريخ لما يكون فريق عنده التاريخ نتاعو معناها المسؤولين نتاعو عندهم خبره في التسيير، عندهم اللاعبين كيف كيف عندهم مسؤوليه، ف بطبيعه الحال تولي الامور محير. لكن هذا ناصر راهو كومول نادي الصفاقسي ضيع العديد والعديد من النقاط على ارض في البطوله، متفاهمين فيه معاك نشاطرك الراي، لكن اللاعبين اللي فانت كونترا راهو هما في فتره ينجموا يسوقوا فيها انفسهم كسوا في التجديد، في التجديد في نادي الصفاقسي باش يعني يخليوا العقود نتاعهم ترتفع والبورصه نتاعهم ترتفع او حتى يسوقوا انفسهم. لا يا عمار انا نبصم لك بالعشره، اللي اللاعبين اللي موجودين تو في السيسيس خايف على روحه يتضربش يتعرضش الاصابه، مازالوا شهر باش يخرج حر باش يمشي نيغوسي وياخذ فلوسه وحده، يا ودي 5 ساعه في الفريق اللي تنتمي له. المفروض من المفروض ونتابع من حين لاخر نعطيك فريقنا الساحلي اللي هز بيه البطوله، اغلب اللاعبين نتاعو في نهايه عقدهم، نعرف ادريس المحيرسي الموسم اللي قدموا في الترجي هذه التونسي وهي بالمبارك وفي نهايه هم في نهايه العقد نتاعهم، لانه يخمم كيفاش باش يسوق نفسه، كيفاش باش يمشي، اما باش يجدد في الفريق هذاك ويحط معناه شروطه نتاعو او باش يمشي معناه فما يعني ناس باش يشوفوه وينتدبوا لفرق اخرى، هذا المنطق اش يقول؟ معناه هذا معناه انا معاك في التوجه، لكن اللاعب لابد باش يكون معناه يحس بمسؤوليه في الفريق اللي يخدم فيه، وصحيح معناه التوجه نتاعك لانه التقييم اللي يخمم كونه مدرب في اسبوع باش يغير معطيات الكل ويقلب وجه فريق ربي يعينه. ترشي عمار انت سبب من الاسباب اللي خلاتك تهرب من هذه المسؤوليه بعد ما وقع عرض عليك مسؤوليه تدريب نادي هذه الصفاقسي، خليك صريح اليوم ونسمي الامور ونسمي الاشياء باسمها. لا صريح طول عمري صريح يا لا في وضعيه كما هكا كنت خايف انك تحط روحك في وضعيه كما هكا. ماهوش ماهيش حكايه خوف، اولا حتى لو كان قعدت مع نادي هذه الصفاقسي شوف نتفقوا ولا ما نتفقوش، شوف لانه بالمجد وضعيه صعبه، لكن اللي حكيته انا الامانه معناها في جانب كبير معناها من الصح، وما زلت ماشي في التوجه هذاك. نجم نعلمك سي عادل الان اليوم ما عندناش ليسونس برو في تونس، معناها انا كي باش نخرج للخليج في مش نخدم في الدرجه الثانيه معناها الليغ بروفي كيما عندنا احنا الناسيونال بي، مجبورين باش نخدموا في الناسيونال بي اليوم، ولو كان تخيرني انا بين الناسيونال بي ونخدم في الجو هذا نمشي الناسيونال بي، وقال البارحه دربي يعني هذا وضعنا اللي اصبحنا نعيشوه، كل حد يخمم معناها في مصلحته، معناها بالامانه هذه وضعيات معناها نعيشوا فيها في كورتنا. اذا كما قلت معناها الوضعيات اللي عاشها نادي هذه الصفاقسي واللي عاشها جل الانديه اللي طرقت لها انت من بكري وباش نحكي فيها شويه فيما يخص الرزنامه، الناس كل ما تشكيت منها من الرزنامه بدينا اخر الناس وكملنا اول الناس. با علاش شنو هما لي كريتير؟ لانه شوف راهو ماشي قضيه معناها نسق وكذا، لابد الكالندري تكون مدروسه، راهو لما نخدموا راهو شهرين معناها في جمعتين، شهرين يعني في جمعتين، يعني كي تلعب حد ربع حد حتى باش تنفس حتى باش تكون عندك رؤيه باش تفض المشاكل نتاعك الاشكاليات نتاعك صعبه. ما نتدربوش نحكيو على التصليح وكذا من الناحيه التكتيكيه ومن الناحيه الفنيه، ما نتدربوش. شوف انت في الفتره هذه الكل عدد الحصص التدريبيه ربما راه عندهم الاحصائيات قداش خدموا على عين الواقع، صحيح كومبيتيسيون راه تصلح راه تجيب، لكن حتى لي زونترينمون يهذبوا يطوروا الاداء الى اخره، نكملوا يهذبوا يطوروا، ثم لا روتين لا روتين كل يوم تصور انت كل يوم شنو المشهد؟ ديكراساج شويه بالاريتي ميزون بلاس فيزيوناج انيماسيون اوفنسيف انيماسيون لا روتين كل يوم
كل يوم نفس النمط. با اخي عندنا احنا من دوتر سيبور مثلا فما جمعيه عندها بساكن باش تخرج الدور برا وتغير النسق، جمعيه كل عندهم دي بيسين باش يعني عده اشياء اللي نفتقروها مع البنيه التحتيه معناها سيئه مع الامكانيات الماديه اللي ما ثماش باش الواحد يتنفس يلقى متسع من الوقت حتى باش في نهايه الاسبوع يخل يعني هنالك يعني في هل في هل الخضم هذا كله نتاع رزنامه اللي خلى العديد من الانتقادات. الترجي نجم نقولوا يبتعد على نسبيا على الوضع هذا لانه عنده مجموعه من اللاعبين يعني قادر يغير وكذا، لكن الفرق الاخرى كل تعبت فما بالك. نرجع نعطيك مثال انا للتعامل مع رزنامه في 2018 لما الفرق هذه في الشامبيونز ليج انهزمت في الدور الربع النهائي اعتقد وقفنا البطوله كيف كيف وقفنا البطوله وهزينا مصلحه المنتخب في معسكر اللي امر سيء باش يصير سيء باش لابد من احترام انا ديما مواقفي واضح. رزنامه تكون مدروسه واضحه تعطي حق معناها الناس كله مصداقية للبطولة ومن ناحية الراحة ومن ناحية كذا ونتعامل والتغيير ممنوع الناس كلها قبل المساواة. أما لما تصير بالطريقة هذه قدمت وعندنا متسع عندنا متسع من الوقت ما نعرفش أنا كيفاش صار الكأس يلغى ما يلغاش إلى آخره، لكن شوفوها حاجة غير عادية وبشهادة الناس كله تشكت منها الناس الكل. دونك ينجم يكون بربي نقطة أخرى هو كونه في الخضم هذا متاع الكرة الجزائرية والكرة التونسية فما شكون ضرنا وكيف كيف نوه بالخصال لمحالة معناها نحترمه معناها كل معناها جيراننا بالخصال متاع اللاعب الليبي والمهارات والفنيات متاعه اليوم كيف كيف نثمنه في الجرينتا والمهارات متاع اللاعب الجزائري وصغرنا أنفسنا على جميع الوجهات. يعني معاش عندنا إذا كان معاش عندنا لاعبين في السوق معاش عندنا معناها إمكانيات في السوق فهذا راجع ربما لقلة معناها التأثير لقلة العمل القاعدي لقلة كذا إلى آخره. دونك العديد والعديد من الأسئلة معناها تطرح وما نلقاوش لها مجيب لأنه بصراحة معناها الهياكل المسيرة ما ثماش تعامل مع مثلا الفنيين ما ثماش تعامل مع رؤساء الأندية في الرزنامة وكيفية التسيير ونعرف كوفيد وإلى آخره تبادل الآراء تبادل الأفكار لأنه أنا في اعتقادي تسيير كرة القدم هي شراكة بين الأندية وبين مثلا الجامعة وسلطة الإشراف. حامد أعتقد السؤال موجه لك حتى بصفة غير مباشرة برشة تذمرات من ضغط الرزنامة من كثرة المباريات وألقت بذلالها ربما على الأعداد البدني والذهني للاعبين والفرق في بطولة تعديت يعني في رمشتعين بسرعة فيت. شوف الحقيقة مسالش يسمح لي سي عمار أن نستغرب برشا في الكلام اللي كنت نسمع فيه من عند سي عمار في جانب التنسيق نوافقه لكن في جانب استغرابه من نسق البطولة ما كنتش نتوقع منه صراحة الملحوظة هذه لأنه إذا تعرفوا أنتم والسادة المشاهدين رأوا أنه عنا أجيال مرتبطين به وراو نحب نقول لك سي عمار بتيتر أنا هاو قدامي نجم نقول لك اللي احنا توا نلعبوا كونتر الجزيريه ونقولوا كيفاش ما نجمناش نتبعوا الريتم كالندري ها هي نتاع الجزائر قدامي انا مديتها توا الريتم نتاعها اقوى من الريتم نتاعنا يلعبوا 4-1 اكثر منا دونك ما نعتقدش صراحه انه الريتم نجم نعطيك حتى من بعد تنشروا معناها الريتم نتاع البطوله الجزائريه المصريه المغربيه ربي سيحام وقتاش بديو انا باش نعطيني هو باش نعطيك حاجه برك باش نقول لك لا لا ما باش نفعلوا معه احنا سي حامد عملنا معناتها في 5 شهور و13 يوم دينا لو 6 ديسمبر ل 19 اليوم تعرف قداش لعبنا من مقابله تقريبا 23 تو طبعا بعد كنت تحسب بنت الاصابات العضليه لا 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 مش صحيح لا مش صحيح مش صحيح الجزائر اعطيني لا اعطيني اذا كان تحب تنشر اذا كان تحب تنشر اعطيني الدات اما تعطيني الدات وقتاش بدا خلينا نكمل الفكره ساعه يكمل الفكره وبعد نتفاعل كمل الفكره خاطر هو الافضل انه نكمل نعطي الفكره راهو مربوطين بالكاف مربوطين بالديري نتاع ترون جوان راهو مش على كيفنا معناها العب في عقلك ورتح جمعه وارتاح جمعه راهو مرتبطين بالمسابقات الافريقيه واللي الكاف السنة حتى آخر الأجيال لو 30 جوان وإحنا من البلدان القليل اللي نجمنا نستحفظوا على الريتم هذا تقول لي ريتم صعيب كما قال سي عمار بتتر ما عندناش لي بيسين وما عندناش كيفاش نجموا نعملوا معناها وسائل اللي تخلي اللاعب التونسي يكون عنده أكثر معناها أمور علمية ريكوبيراسيون وديغراساج واحد نسمعك ولكن هذا يلزم تطويره على مستوى النوادي ولكن على مستوى الرزنامة كان عندنا التزام هام جدا أن نحافظ عليه
وراو نعاود نقول لك مره اخرى نفس الالتزامات مع البطوله المصريه الجزائريه المغربيه. وكنت قدامي انا حتى لي جورني نتاع البطوله الجزائريه تقريبا نجم ناكد لك انه لو ميم ريتم. وصراحه ما نعتقدش انه لو ريتم، ما نعرفش انت سي عمار تفهم اكثر مني بوتيتر في الامور الفنيه ما نجمش نناقشك، ولكن الفنيين يسمعوا فينا ما نعرفش هل انه الريتم حسن المستوى ولا يطيح المستوى. هي ما انا نعتقد شخصيا حسب ما نعرف وحسب ما حضرت مع شويه مع الاداره الفنيه انه كيكون فما ريتم منتظم وفما برمجه منتظمه راهو هذا يحسن الريتم ما يفزدوش. هو ما هيش علم نجم نقول، لانه اللي صاير تو في العالم اجمع شفت انا البطولات صحيح ما نجمش نجم ما نعرفش وقتاش بدا. مثلا البطوله السعوديه شدت النسق نتاعها العادي توفى 31 مايو، البطوله المغربيه مازالوا كيدخلوا في الرتور، البطوله الجزائريه مازالوا كيدخلوا في الرتور دونك ما عرفش باش يبداو. ف وهذا وضع استثنائي، كل النجم نتعاملوا بطريقه معناها استثنائيه خاصه مع الانديه تلعب شامبيونز ليج، خاصه مع الانديه اللي موجود تلعب معناها في شامبيونز ليج. كيما عطيت مثال في 2018 النجم وكنا نتلافاو بعض الاشكاليات فيما يخص معناها النسق، ما عندناش معناها الاليات والامكانيات كما قلت حتى على المستوى الذهني حتى على مستوى كيفاش انت شفت مثلا العديد من الاقالات تاع المدربين جايه نتيجه معناها الشيء هذا. تو انا مثلا في شهرين لما يعمل ثلاثه يعمل احد اربع حاجات في اسبوعين شنو العمل اللي باش تقيموا فيه؟ وهذا سامحني مجيد وهذا شيء صار معناها على مستوى معناها الانديه الفرق الكل غيرت المدربين نتاعها لانه الربح يجيب الربح والخساره يجيب الخساره والاشكاليات وتلقى انت حتى المسؤول يغيب على حصتين هذوك ما لعبت على حد جامنا الاربع الاثنين وثلاثه خبي وجهه اللي عنده مشاكل ماديه يعني فريمون. يعني انا نحكي من منطلق راو كراجل ميدان مانيش لما حاله في الميدان 100% لكن نتصور هذا. ثم كما قلت العديد من المدربين تشكاوا من النسق هذا، كل واحد يعدي تاع بين الاسطر وفوق الاسطر تحت الاسطر النسق 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 عرفنا ما عرفناش تعملوا به هذاك موضوع اخر. انا سامحني نعتقد انه أكثر السادة المدربين اللي كنت نسمحهم في وقت من الأوقات يعانيوا وينتقدوا نقص نسق بالنسبة للاعب التونسي بالمقارنة حتى في البطولات الإفريقية أنه اللاعب التونسي النسق متاعه أقل. كان نقارنوا رواحنا ونحبوا نقارنوا رواحنا باللاعب المحترف في الخارج وبالنسق ما نعرفش هل أنه صراحة أن أنت رأيك فني هذا ممكن يلزم يطرح هذا بتتر يلزم يطرح أن سارتان نيفو في تحليل فني، ولكن نحن بالتنسيق مع الإدارة الفنية رينا أنه باش نحافظوا على الأجل نتاع 30 جوان اللي فيه لونجاجمون نتاع الكلوب، أنه تقريبا كيف ما قلت لك راهو بنفس الريتم اللي تلعب به البطولة الجزائرية والمصرية والمغربية، وراهو هذا في اعتقادنا أنه يحسن النسق. تقول لي أنت فما إقالات للمدربين، ما نعتقدش انه السبب هو النسق صراحه. مش النسق يعني المباريات المتتاليه ورا بعضها. شوف المباريات المتتاليه انا ما زلت مصر انه في وقت من الاوقات راك تشوف راهو فما الكورونا فما الكوفيد فما برشا اشكاليات راهو ان سارتا مومون النسق لا يمكن ان يعاب. بالعكس اللاعب التونسي وقت نفرض عليه نسق معين من الافضل ان يحافظ عليه وما ينجمش يكون هذا سبب عدد الاصابات مؤشر من المؤشرات وبربي حاجه اخرى. مش على خاطر راهو عندنا زمات شويه خسرناهم سيكورا ومعناها لا بالعكس راهو سنا غينا فواغ سنا ريان فواغ ينجم يكون بور ان جور جي معناها ان جور جي ليسبيرونس ولا سي اس اس ما كانوش في نهارهم مش بالضرورة راهو ينجموا يعملوا رومونتادا وينجموا تلقاهم بنفس الإصرار وبنفس الحلقات راهو هنالك يعني على مستوى معناها التسيير على المستوى المادي أمور أخرى يعني حلقة من الحلقات ماشي الكل واضح لكن حلقة لأن الأمور المادية زادة والبنية التحتية هذا صراحة لازم يجاوبوك عليه. فريد نرجع تلخص فريد طبعا المشاركة التونسية ونلخص مع النادي الرياضي الصفاقسي اللي تنتظر أكيد وبالتأكيد مباراة صعيبة في ظل الظروف الكل اللي حكينا عليها واللي قالها ناصر البدوي شو المطلوب اليوم لمباراة العودة. بطبيعة الحال اللي تقال عن نسق وكل شيء معناتها راهو فيه وعليه. تبقينا أنا بالنسبة لنادي الرياضي الصفاقسي أنا حسب رأيي نادي الرياضي الصفاقسي كيف ما قال ناصر إذا كان فريق معناتها يوصل يغير الوسط الميدان كامل من ثلاثة ملاعبية تاع الوسط للميدان معناتها راك أنت في أنجور صا. الحاجة الثانية نادي الرياضي الصفاقسي ما انا شخصيا ما استغربتش من المردود والنتيجه تاع نادي الصفاقسي لانه تقريبا عنده اكثر من شهر ونص مربح ولا مباراه في صفاقس حتى في الشامبيونان مش قاعد يربح ما عاد ضد فرق من مستوى اقل من الشبيب القبيلي.
ثم كتشوف انت البوزيسيون دو لا بال سفيقس 32 وشبيب القبيل 68 بصراحه معناتها نقول انا النادي سفيقسي عندي نظره اخرى انا ونظره شامله بصفه عامه. هذه 90 دقيقه شفناه نجم النادي السفيقسي في مباراه العوده يعمل رياكسيون وكل شيء، ولكن اليوم علاش ما نكونوش واقعيين شويه؟ علاش من 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 عندنا شويه نرجس هكا كي تخسر صفاقس الترجي ليطوال كل شيء؟ علاش ما نقولوش اليوم عندنا زاد ملاعبيه امكانياته محدوده؟ انا حسب رايي الراه في الشامبيونا في تونس لاعبين عاديين، انا ماروش قاعد الراه في ملاعبيه على مستوى عالي اللي نجموا قادرين باش يسيطروا على افريقيا، لاعبين متوسطين في بعض الحين، فبالتالي ما لا 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 هذا مشكل كبير ويرجع للفرق على مستوى التكوين القاعدي. ثم نقطة عادل اللي سمحني طبعا. اللي هي أولا أجانب اللي ينشطوا في البطولة التونسية مستواهم عادي جدا، وحاجة ثانية كنت نتمنى اللاعب شمال إفريقيا اللي يكون لاعب محلي كنت نتمنى الفرصة ياخذها ملاعب تونسي من الشبان نتاع الملاعبات التونس، على الأقل نعطيه فرصة للاعب تونسي باش يلعب أكثر، لأنه في الأخير ثلاثة أربعة ملاعبية ممكن محترمين مستواهم بهوني من مش عارف ولا قبل كانوا أجنبي، بليلي كان أجنبي، بونجاح كان أجنبي، فبالتالي اليوم الملاعب التونسي جاء الوقت باش نعطيه الفرصة باش يلعب قبل الملاعبي المغاربي. ربي عادل حتى نعطي أنا مصداقيتنا معناها سواء الحصة نتاعنا أو كذا ما دام معنا سي حامد هنا، فسؤال يطرح الشارع الرياض وفرصة باش نحكيه فيه بكل معناها وضوح. هنالك من يقول اللي الرزناه ما تعاملت سبيسيالمون قبل ما تخرج النتيجه نتاع الطاس فيما يخص الخلاف بين الجامعه وبين الهلال الشاب، شنو رايك في الطرح هذا؟ ابعد ما يكون ما عنده حتى علاقه بالموضوع، معناها هذا طرح في خيال البعض فقط. وهو شكون قال لك انت وقتاش انت تعرف وقتاش تخرج؟ لا ما نعرفش، انا شوف انا للامانه الريزلتا نتاع الحكم نتاع القضيه هذه كيما نجم يخرج في شهر جوان كيما نجم يخرج في شهر جويليا سيناريو انا فوار وما عنده حتى علاقه بالرزنام، ما فيها باس كي نسمعوا من المصدر معناها حتى حاجه من الحاجه هذه، لان هذا الطرح مطروح اون بليس دو سا شنو تاثيره على الرزنام؟ ما عندوش علاقه، شو دخل هذا في هذا؟ واضح واضح أكيد سنعود الحديث عن المشاركات الإفريقية إن تبقى بعض الوقت، وأيضا البطولة والجولة الأخيرة من رابطة المحترفة الأولى، لكن قبل هذا الكل فاصل ثم نعود.